سيد يونس عودة، سؤال بسيط، كيف يمكن أن يجدد لرئيس عرفت سوريا أسوأ أيامها في عهده؟ ولا تقل لي شعبية، لأن هتلر كان غير شعبية أيضا، وكان الجيش معه وله يعني لديه ولاء له. Yeah.
محور دولي يقاتل الشعب السوري ويقاتل النظام في سوريا لأهل حضورية تحرير سوريا. هناك محور آخر طبعا هناك محور آخر تصدر وانتصر ومرمغ ألوف الأمريكيين وأتباعهم. طيب جميل، هذا إذا رد على فكرة بسام زعارة. يمكنني أن أطرح سؤالا ولا تتهمني بأي أوصاف يعني بغير مكانها. طيب ما دخل هذه المؤامرة بأوامر باعتقال معارضين لم يحملوا سلاح والنظام لا يستطيعون العودة لسوريا لأنهم سيعتقلون ويعذبون؟ ما دخل أن هناك ناس لا يجدد جواز سفرها إلا إذا وقعت تعهد بأنها تحب الصلاة؟ لا تحب الصلاة، تريد باسبور، تريد جواز. هناك أركان حفلات يجبون أن يطول، هناك ربما من مؤيدين للأسد لا يملكون المال للذهاب للسفارة لكي يطول، هناك دول منعت الناس من التوصيل، هؤلاء حقهم أين سيكون؟ هل هذه هي الإصلاحات الديمقراطية الموعودة في سوريا التي أنت تؤمن بها؟ السؤال أنه عندما